تين شوكي. تين شوكي مش بس فاكهة بتتزرع في الوادي الجديد عشان احنا نستمتع بيها في موسم الصيف. التين الشوكي بيتم استغلاله في مشروع من أجل إنتاج الزيت منه، خصوصا بعد ما تجاوزت مساحة زراعته حاليا أكتر من 60 فدان، عشان يتم العمل على استخلاص زيت التين الشوكي منه، واللي بيعتبر من أغلى الزيوت الطبيعية سعرا. بكل تأكيد هذه المبادرة بيتم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتنفيذ مشروعات زراعة الإنتاج وزيوت بطاقة وكميات أكتر عشان تغطي احتياجات السوق المحلي، وكمان يتم تصديرها للخارج. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وخير دايما يا رب، دايما في تنمية زراعية في ربوع مصر الحبيبة إن شاء الله يا رب. عايزين نتكلم اكتر عن هذا المشروع، يعني احنا بنستنى تين الشوكي عشان حضرتك عارف يعني الفاكهه في المتناول، وفي نفس الوقت حاجه مرتبطه بالصيف. يعني احنا عندنا الصيف يعني تين الشوكي، لكن احنا عندنا مشروع اخر وهو الاهتمام بزراعه التين الشوكي لاستخلاص منه الزيت، فعايزين نفهم اكتر عن هذا المشروع. هو بالنسبه لحضرتك كانت احد المبادرات الناجحه اللي تمت في محافظه وادي الجديد برعايه السيد اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد. كانت في مبادره لزراعه التين الشوكي، وطبعا زي ما انت عارف ان احنا منطقه صحراويه والصحراء الغربيه، وطبعا احنا حوالي 43% من مساحه مصر، وعندنا تنميه زراعيه كبيره جدا جدا في ربوع محافظ الوادي الجديد. فكان من ضمن المشروعات الناجحه اللي هي ان احنا نزرع التين الشوكي لما له اهميه اقتصاديه، وايضا تكاليف زراعته قليله، يعني احتياجاته المائيه قليله جدا جدا، بنحافظ طبعا على المياه، مقاوم للتصحر، يستخدم كمصادر رياح، له فوائد عديده. انا عايز اقول لحضرتك ان التين الشوكي هو كنز من كنوز الزراعيه في مصر، ولو احنا توسعنا في زراعته هيبقى ليه موارد ماليه كبيره جدا جدا. ولكن بدات المبادره ان استاذ المحافظ طرح مساحات كبيره من الاراضي على اساس ان هي تزرع بالتين الشوكي، والحمد لله بدا الزرع فعلا في مركز بلاط حوالي 60 فدان، وفي اكثر من مستثمر متقدمين دلوقتي بيقوموا بعمليات حفر الابار وانهاء عمليات الري. طبعا هو بيروى الري التبييض، فبدأنا الحمد لله في المبادرة. وكمان السيد المحافظ شجع التوسع في زراعة التين الشوكي من خلال ان هو القيمة الإيجارية بتبقى مخفضة عن المحاصيل الحقلية، زي المبادرات اللي تمت في مشروع الحرير ومشروع وزراعة النخيل في محافظة وادي الجديد. طيب دكتور، يمكن حضرتك وضحت لنا الفائدة البيئية من زراعة ومن زيادة حجم المساحة المنزرعة بالتين الشوكي، إيه هي الفائدة الاقتصادية من زراعة زيادة المساحة المنزرعة بالتين الشوكي؟ أولا يعني هو الفدان بيدي من 8 ل 14 طن. يعني أنا ممكن أتكلم بسرعة، يعني هو أولا بيتم زراعته من مارس حتى سبتمبر، بيدي محصول خلال شهر يوليو أغسطس، ممكن نتأخر شوية عشان التغيرات المناخية من غاية منتصف يوليو. إنما القيمة الاقتصادية الجديدة بقى والقيمة المضافة إن احنا بناخد البذور بتاعة التين الشوكي وبتتعصر وبيستخرج منها زيت ذو قيمة اقتصادية وطبية وعلاجية عالية جدا جدا جدا. هل تتخيلي ان الكيلو زيت التين الشوكي يصل الى 800 يورو 1000 دولار؟ طبعا. طب ناتج من ايه؟ من الكيلو البذر ده، البذور بتاعت التين الشوكي دي لما تتعصر، ودايما بتتعصر على البارد، والمعدة اللي بتعصرها مش محتاجة يعني تكنولوجيا عالية، لا هي لها آلة مخصصة، ودي طبعا هتكون المرحله القادمه بعد التوسع في زراعه التين الشوكي، لما طبعا يبقى عندنا كميات من الانتاج اللي بتكفي الاستهلاك الاستهلاك المحلي، وايضا الزياده ان احنا هنستخدمها في استخلاص الزيت. طبعا زيت التين الشوكي مهم جدا جدا، اولا مضاد للشيخوخه، بيحتوي على فيتامين اي او ه
طبعا مهم جدا جدا، مع مجموعه فيتامينات عاليه جدا جدا. طبعا في مضادات اكسده كبيره، يعني ليه قيمه طبيه واقتصاديه عاليه جدا جدا. هل تتخيلي ان كل 100 كيلو بذور بيدوا 5 كيلو زيت؟ تخيلي كده حضرتك. طب ال 100 كيلو بذور دول بيجوا منين؟ بيجوا من حوالي طن تين. طيب تكلفه بقى استخلاص الزيت هل هو مكلف؟ لا هو مش مكلف، يعني هو طبعا في معده جاهزه بنشتريها، يعني اعتقد ان هو المرحله دي احنا لسه ما دخلناش فيها، ولكن في طموح ان احنا نوصل لها ان شاء الله. ولكن احنا بنقول القيمه اللي احنا من، يعني احنا كقطاع زراعي وك ان احنا بنقول يا جماعه ان احنا ممكن نلاقي قيمه مضافه من ورا زراعه التين الشوكي، ان احنا ننتج الزيت. فانه ان شاء الله لما نتوسع، يعني في مبادره ممكن نصل ل 3000 فدان، والعلم ان احنا مساحه التين الشوكي في مصر تخطط ل 4000 فدان. عظيم، كل شكر ليك يا فندم دكتور مجد المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد، الف شكر لحضرتك.